مساء الخيرات على الجميع وميت اهلين وسهلين، نورتوا القناة بوجودكم الغالي معنا. نحن هلا بعز موسم البندورة، تبقى البندورة حمراء مختمرة وريحتها ريحة البندورة الأصلية، غير بندورة البيوت البلاستيكية، منظر بلا طعمة ولا نكهة ولا زكاوي ولا شي. هلا غير مونة دبس البندورة المنشفة، أنا بشيل عصير بندورة فريش بستعمله بالشتوية للطبخات اللي بيلزمها صلصة بندورة، مثل فاصولية البيضة، برغل بفرنجي، كتير بيعطي للأكل زكاوي وطعمة طيبة وبتبقى أخف من مية الفرنجي المنشفة. كمان بشيل كم كيلو بندورة ميبسة على الشميسة، هي للكبة النية وحدة بوحدة، بتعطيها لعجنة الكبة طراوة وطيابة. هلا بس اخلص قايمة اقدر لي قطرة برغل لانه دنعت وفرط ريقي. جاب لي ابو عبيد 10 كيليات بندورة، شي فرج الله يسلم ايديه الهي ويعلي على هالنتعة يا ابو عبده. غسلت البندورة وخليتها لتنشف على السوا. هلا ريحة استخلص عصير البندورة بطريقتين. أول طريقة طريقة بشر البندورة على المبشرة، طريقة هينة كتير، هاي إذا ما كانت كمية البندورة كتيرة. هذا العصير اللي طلع معي من بشر البندورة ممكن يتصفى على مصفي من البزر وشقف البندورة وممكن يتدشر على حاله، المهم ما يكون فيه قشر بندورة. الطريقة الثانية عصر البندورة بالخلاط، بشيل الترس عن قرص البندورة وبقطع شقف كبار وبديرهم بالخلاط دورتين ثلاثة. وبقلبن على مصفي ناعمة لحتى استخلص العصير واسحب القشر والبزر منه. عصير البندورة صار عندي هاير، حطيت العصير على نار خفيفة ومجرد ما يبدأ يغلي بضيف له الملح اللازم، يعني الملوحة العادية مشان ما تملح طبختكم، وبضيف له كمان معلقة طعام سكر بحافظ على لون البندورة وبيعطيها هيك بهجة وضهجة، ومعلقتين طعام خل، هذا بيساعد على حفظه لمدة طويلة. بدشره يغلي على نار وسط لحتى تتبخر منه السوائل ويصير العصير كثيف نوعا ما. مضى حوالي ساعتين مثل ما لكم شايفين سمك عصير البندورة وصار هاير لنعبيه ونحفظه للشتاء عقبال كل سنة إلهي. ممكن نعبيه وهو سخن بأطراميز يكون غطاه بنضغط بطريقة تحجب عنه الهواء تماما، وممكن ندشره ليبرد ونعبيه بمطربانات أو قنينة ونختمه بزيت الزيتون ونحفظه بالبراد أو أي مكان بارد ومعتم. كمان بصير مثل ما قلت لكم هذا العصير بصير لكل الطبخات اللي بدها بندورة معصورة، بامي ميبسة، فاصولية الخضرة، بتصير للباطرش الحموي، بتصير لصلصة المعكرونة، وبتصير كمان للبيتزا أطيب وأطيب. هلا طريقة تيبيس البندورة على الشميسة ما في أسهل وأهون منه، منقطع راس البندورة بالعرض ومنلتها بالملح الخشن مثل ما لكم شايفين، ضروري يكون الملح خشن، ها ملح الطعام اللي له يود ما بيمشي حاله، ايوة بتدود بعده.
بعد تمليح راس البندورة منحطها بعين الشمس ومننساها جمعة جمعتين معليشي لبين اللي تبعس وتنشف مثل ما بتتيبس قرون الفليفلة الحمراء تماما. أنا حطيتها على تولة مشان يجيها هوا من فوق ومن تحت، حطيت على الأرض نيلوني حتى إذا نزلت السوائل منها ما يبقع البلاط. لما بديت تنشف حطيتها على صينية ودشرتها تكمل يباسة. شي من يبسة قراص البندورة منعبيها بكياس ومنشيلها بسحابة البراد لوقت لزمته. هلا طريقة استخدامها بعد ما تكون ميبسة مننقعها شي ساعتين بمي مفترة ومنغير عليها كل شوي. إذا بدنا نستعملها مع الكبة النية منديرها مع البرغل وهي رطبة معليشي. في عنا طريقة أخرى، أنا بصفيها بمصفي وبنشفها منيح منيح بشي بشكيرة قديمة أو هيك شي وبكبسها بالزيت وبعدين منفرمها ومناكلها. شي مع الزيت والزعتر، شي مع الرشاد الأخضر، شي مع العطون، ما في أطيب وأنكه منها بالدنيا. وهيك منكون وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله ما كنا تقيلين عليكم، وإذا تكرمتوا علينا حطونا رأيكم بالتعليقات وشاركوا الفيديو مع حدا له مراء بشغل المطبخ، وزمايلكم مشتركين معنا يا ريت تسجلوا اشتراككم بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه مشان يجيكم اشعارات بكل شي جديد بننزله على قناتنا. وللمشتركين معنا اذا ما بتصلكم اشعارات ممكن تلغوا الاشتراك وترجعوا تشتركوا من جديد، ولا تنسوا تفعلوا الجرس على الكل. الى اللقاء وبحفظ الله للجميع.